إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم هذه الليلة بعنوان حقيقة الانتماء. الانتماء الذي نريد أن نتحدث عنه هو الانتماء إلى هوية واضحة ثابتة، هوية مستقلة متميزة، هو الذي يعطي الأمم الوصف الذي تستحق به أن تكون أمما، هو القاعدة الأساسية لبناء الأمم. هي التي تنتمي إليها أي أمة هي التي تميزها عن غيرها. فما هي أيها الأحبة الكرام هويتنا نحن المسلمون؟ ولمن يكون انتماؤنا؟ إلى من ننتسب؟ ولأي شيء نتعصب؟ وعلى أي شيء نوالي ونعادي؟ في العصور الأخيرة وبالتحديد في القرن الهجري الماضي، حصل للأمة المسلمة ما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه أزمة الهوية، أزمة تحقيق الانتماء. فحصل فيها ولها من التخبط والتنقل على موائد الشرق والغرب ما أضاع الأمة وأفقدها استقلالها وتميزها وشخصيتها. وإلى هذا اليوم لا تزال الأمة تعيش هذه الأزمة، أزمة الهوية، أزمة الانتماء، إما في ضياع الهوية ضياعا كاملا عند فئة من المستغربين، وإما بالغبش والغبارية وتكدر الرؤية عند كثير ممن ينتسب لهذه الأمة، سواء كان من عامة الشعوب أو كان من من ينتمي إلى العمل الإسلامي أو حتى من الحكومات أو من غير ذلك. لذلك يجب أن نحدد هويتنا، يجب أن نحددها بدقة وأن نعرفها بوضوح لنعرف ما هي حقيقتنا وأهدافنا وما هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه. هل هويتنا أيها الأحبة هي القومية؟ أم هل هويتنا هي الوطنية؟ أم هل هويتنا هي التبعية للشرق أو للغرب أو لهيئة الأمم؟ أم هل هويتنا هي السير وفق النظام العالمي الجديد؟ ما هي هويتنا نحن المسلمين؟ القومية جاءتنا عن طريق الغرب، عن طريق أوروبا، نشرها اليهود في تركيا فأثاروا النعرة القومية الطورانية، ثم أخذها النصارى المارونيون في لبنان بالتحديد ونشروا القومية العربية. إنها فرقت بين المسلم من أرض العرب وبين المسلم من البلدان الأخرى، بدل أن يكون الزخم الذي معنا يتعدى 1,000,000,000 أصبح لا يتجاوز 150,000,000. ثم ما الذي حصل؟ حصل التفرق والانحطاط. نعم أيها الأحبة، هذه القومية ما أخذت حتى بقيم العرب في الجاهلية، والتي عبر عنها شاعرهم بقوله: وأغض طرفي إن تبدت جارتي حتى يواري جارتي مأواها، بل أخذ التحلل والتهتك والفجور والفساد ونقلوه إلى بلاد العرب بصفة التقدم والرقي والحضارة. هل هويتنا هي الوطنية؟ أوطان رقعة ضيقة، ما الذي يحدها؟ ما الذي يبينها؟ هل هي المكان الذي ولدت فيه؟ أم المكان الذي عشت فيه؟ أم المكان الذي
سرت فيه في حياتي، ما هو ما تحديد هذا الوطن الذي يجب أن يتعصب له الإنسان وأن يوالي عليه وأن يعادي؟ إنه لا يحد ولا يوضح. فإذا قيل مثلا إن أهل مصر يجب أن يتعصبوا لمصر، فسيختلف أهل مصر لأي شيء يتعصبون، للصعيد أم للقاهرة؟ وأهل الصعيد سيختلفون يتعصبون لأي شيء، لأسوان أو لأسيوط؟ إنها لا تحديد لها، وإنها تفرقة وضعف وخوار في الأمة. هل ننتمي لهيئة الأمم والشرعية الدولية التي تنطنون بها وهي في واقع الأمر جاهلية يسيرها اليهود والنصارى، ونحن فيها كما قال جرير: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود؟ أم هل ننتمي للنظام العالمي الجديد الذي نكون عجلة من عجلاته ولكن السائق غربي يقود الحافلة؟ إلى أي شيء ننتمي؟ ما الذي يميزنا عن غيرنا؟ ما الذي يحدد هويتنا نحن هذه الأمة؟ ما الذي يجعلنا نجتمع على كلمة سواء؟ إن هويتنا أيها الأحبة الكرام هو هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به وأخرجنا به من الضلالة إلى الهدى ومن العمى إلى البصيرة. هذا الدين هو القاسم المشترك الوحيد الذي تلتقي عنده أمة الإسلام، هذه الأمة الكبرى من مشرق أرضها إلى مغربها، فلا يجمعها جنس ولا تجمعها أرض واحدة ولا تجمعها لغة، ولكن يجمعها دين واحد. هذا الدين اتحدت عليه واتلفت عليه. لقد كان المسلم يخرج من أقصى المغرب وينتقل إلى أقصى المشرق وهو يعتبر الجميع بلاده، لا بل إنه ينتقل من بلد بعيد إلى بلد آخر بعيد، فإذا جاء احتفى به أهل البلد وعينوه لهم قاضيا وإماما. انظر مثلا ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، العالم الكبير المؤرخ صاحب المقدمة التي هي من قواعد علم الاجتماع، ولد في بلاد تونس وفيها نشأ، انتقل إلى الأندلس فاستقبلوه استقبالا حافلا، انتقل إلى مصر فعينوه فيها قاضيا. هكذا كانت الأمة. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سياني، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. بل أيها الأحبة الكرام، إن تاريخ هذه الأمة المسلمة يتعدى 1400 سنة الماضية إلى أعماق التاريخ، إلى يوم أن نزل آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، إلى يوم خلق آدم عليه السلام، إلى أن وجد إسلام. منذ أن وجد الإسلام على هذه الأرض وذاك هو تاريخنا. الأمة المسلمة أمة واحدة من عهد آدم عليه السلام، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء بعد أن ذكر عددا من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه في سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فدين هذه الأمة دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وتاريخها واحد هو تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم من المؤمنين. ولذلك فنحن أيها الأحبة نتفاعل مع قصص الأنبياء عندما نقرأها في كتاب الله جل وعلا، عندما تقرأ سورة يوسف، أو عندما تقرأ قصة إلقاء أبينا إبراهيم في النار، أو عندما تقرأ قصة موسى مع فرعون، تجد نفسك تحس بشعور غريب كأنما أنت ممن شهد الحدث وممن هو معني به. كما أنك أيضا عندما تقرأ هذه القصص تجد في نفسك العداوة للطواغيت فرعون وهامان وقارون، كما في نفس الوقت تعادي أبا جهل وأبي بن خلف وعبد الله بن أبي ومن تبعهم إلى عصرنا. إن هذا هو الشعور الواحد، شعور الأمة الواحدة، كما قال الله سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم
وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، هو أي الله عز وجل سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن أيضا سماكم المسلمين، وفي هذا أي في هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قيل: وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. إذن لنا ثلاثة أسماء سمانا الله بها: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه الترمذي وابن حبان وغيرهم، هو حديث صحيح صححه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وممن صححه في عصرنا سماحة الشيخ الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني. فإذا دعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية التي جاءت في هذا الحديث وتوعد عليها بأن صاحبها من جثى جهنم هو كل تعصب لغير هذا الدين، سواء كان تعصبا لجنس، لقبيلة، لوطن، لأرض، لقومية، للغة، كل تعصب لغير هذا الدين على غير حق فصاحبه قد دعا بدعوى الجاهلية. فالتعصب إذن للأوطان أو الأنساب أو الدعوة إلى القومية والوطنية هو أمر من أمور الجاهلية، فكيف بالسعي لتعميق هذه الانتماءات؟ ثم أيضا التفريق بين الناس على هذا الأساس ووزنهم بهذا الميزان، ميزان القوميات والوطنيات واللغات والأجناس، كل هذا من دعوى الجاهلية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشائخ وتفضيل بعض على بعض، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. ثم نتذكر أيها الأحبة القصة المشهورة التي رواها البخاري ومسلم عندما ضرب رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا الأنصار، وقال المهاجري: يا المهاجرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها منتنة. رواية البخاري: دعوها فإنها خبيثة، ومسلم عنده: دعوها فإنها منتنة. ومع أن هذه يا الأنصار يا المهاجرين أوصاف يحبها الله ورسوله، الله عز وجل هو الذي سمى المهاجرين بهذا الاسم وهو الذي سمى الأنصار بهذا الاسم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومع ذلك لما أصبحت الدعوة هنا على غير حق تعصب للباطل أصبحت من دعوى الجاهلية، فكيف بغير ذلك أيها الأحبة الكرام؟ أيها الأحبة، ومما يجدر أن نذكره في هذا الحديث ما ذكره بعض الدعاة إلى الله عز وجل عن قصة مؤثرة ينبغي أن نأخذ منها عبرة. يقول: إنه عقدت ندوة في فلسطين المحتلة عام 1980، بالتحديد في 19/12/1980، حضرها من مصر الدكتور مصطفى خليل رئيس وزراء مصر الأسبق، وحضر هذه الندوة عدد من الأساتذة اليهود المتخصصين في الشؤون السياسية والعربية. فقال خليل هذا: أود أن أطمئنكم أننا في مصر نفرق بين الدين والقومية، ولا نقبل أبدا أن تكون قيادتنا السياسية مرتكزة إلى عقائدنا الدينية، مرتكزة إلى معتقداتنا الدينية. فوقف أحد اليهود بروفيسور اسمه دافيد قائلا:
إنكم أيها المصريون أحرار في أن تفصلوا بين الدين والسياسة، ولكنني أحب أن أقول لكم إننا في إسرائيل نرفض أن نقول إن اليهودية مجرد دين فقط، بل إننا نؤكد لكم أن اليهودية دين وشعب ووطن. وقام آخر البروفيسور تيفيافوت فقال: أود أن أقول للدكتور مصطفى خليل إنه يكون على خطأ كبير إذا أصر على التفريق بين الدين والقومية، وإننا نرفض أن يعتبرنا الدكتور خليل مجرد أصحاب دين لا قومية له، فنحن نعتبر اليهودية ديننا وشعبنا ووطننا، إلى آخر كلامه الذي ذكر فيه أن القومية أوروبية المنشأ والمصدر، وأن الأوروبيين صدروها إلى الشرق. ألا شاهدت وجوه الناعقين بالانتماء لغير الإسلام الذين طبع الله عز وجل على قلوبهم فهم لا يفقهون؟ نقول لهم: خذوا الدروس من هذا اليهودي إذا كنتم قد صددتم عن أخذ الدروس من الكتاب والسنة. والسؤال أيها الأحبة الذي يطرح نفسه: ما هو الإسلام الذي ننتمي إليه؟ هل هو ما يدعو إليه أهل الخرافة والطرقية وأهل البدع والموالد الذين حياتهم احتفالات كلما انتهى مولد انتقلوا إلى مولد آخر، الذين يدعون إلى الشرك الوثنية في قالب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الأولياء والصالحين؟ أم هو الذي يعتني بالشكليات والرسميات والمظاهر دون المضمون فيرضى عنه الكافرون حيث لا خطر على مصالحهم وأطماعهم؟ أم هو ما يريده بعض المفتونين بالغرب الكافر من إسلام متميع يحصلون تحت مظلته على أهواء نفوسهم وشهواتهم؟ إن الإسلام الذي ننتمي إليه هو الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، المتمسكون بما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هذا الإسلام هو مصدر القوة والعزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون؟ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. تأملوا أيها المسلمون، تأملوا هذه الآيات العظيمات التي تقول لكم إن هذا الدين فيه شرفكم وفيه ذكركم وفيه عزتكم ورفعتكم. هذا الدين عرف حتى الكفار أنه سبب قوة المسلمين، عرفوا أنه سبب عزة المسلمين. من حوادث أيها الأحبة مطلع القرن الثاني الهجري أن ملك سجستان وكان يقال له رتبين يلقب بذلك رفض أداء الخراج للدولة الأموية، وذلك في آخر عهدها، فأوفدوا إليه وفدا يفاوضونه ويسألونه ما السبب، فسألهم: إن أين القوم الذين كانوا يأتوننا قبلكم؟ كانوا ضامن البطون من الجوع، يلبسون نعال الخوف، وفي وجوههم سيما من أثر السجود. قالوا: قد مضوا، يعني ماتوا وانتهى جيلهم. فقال رتبين الكافر: إنكم أنظر منهم وجوها، يعني أحسن منهم وجوها، ولكنهم أصدق منكم وعدا وأشد بأسا، ثم التوى بما عليه من الخراج. والله إن هذا درس وعبرة أبلغ من آلاف المواعظ وأبلغ من آلاف الخطب. فقد عرف الأعداء سر قوة المسلمين، وفي هذا الزمان بعض أبناء المسلمين لا يعرفون ذلك، فذلوا للكفار ومن ثم جروا أمتهم إلى الذلة. ثم أيضا هذا الدين الحق الذي ننتمي إليه هو أيضا مصدر الأمن ومصدر الطمأنينة في بلدان المسلمين، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما أشبه الليلة بالبارحة أيها الإخوة في الله. الآن يقال: إذا نحن طبقنا الإسلام وعادينا فيه ووالينا فيه وقمنا بالجهاد في سبيل الله سيجتمع علينا العالم وسنحاصر وسيضيق علينا. هذه الآية الكريمة ترد عليهم، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. آية عظيمة
إذا خرج الإنسان من الحرم لا يأمن على نفسه، وإذا دخل فهو آمن. أليس القادر على ذلك قادرا على أن يجعل الأمن يعم ربوع بلاد المسلمين؟ بلى والله، والله إن حجة من يقول إن الأخذ بالدين كاملا وتطبيقه إنه سبب في ضعفنا، أو سبب في تكالب الأمم علينا، أو أنه سبب في أن يغزونا أو نذل للكفار، والله إن هذا ليس بصحيح، بل هو سبب العزة والقوة وسبب خوف الكفار من هذه الأمة. وكل صدود أيها الأحبة عن هذا المنهج، كل صدود عن هذا الدين الحق، كل انحراف عن هذا الانتماء الحق هو من اتباع الأهواء. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم في هذا الدين، في هذا الانتماء الحق، في التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، صلاح الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. كما هو أيضا سبب في رفع قيمة الفرد المسلم، الإنسان المسلم سبب من أسباب رفعته أن يكون متمسكا بهذا الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الذي يرويه عمر، عمر رضي الله عنه: ولا رجلا على مكة اسمه نافع بن عبد الحارث الخزاعي. ذهب عمر رضي الله عنه إلى مكة فقابل نافعا هذا في الطريق، فسأله: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني على أهل مكة. فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: من موالينا. قال: استعملت على أهل الوادي مولى؟ تستعمل على صناديد قريش مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. كما أيضا أيها الأحبة الكرام، الانتماء الحق لهذا الدين والتمسك الصحيح به سبب لرفع الذلة التي ضربت اليوم على هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود وحديث صحيح. إذن سبب ذلة الأمة انحرافها عن هذا الدين، وسبب رفع الذلة عنها رجوعها لهذا الدين وتمسكها الحق به وانتماؤها الصحيح للانتماء المدعى. أيها الأحبة، وينبغي أن نعلم أن الانتماء الحق لهذا الدين لا يتعارض مع حب الأوطان ولا مع حب العربية، فحب الأوطان فطرة جبلة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب مكة، ولولا أنه أخرج منها ما خرج. وكذلك العربية حبها من الدين، وخدمة الأوطان من دين الإسلام، أن تخدم أوطانك وأن تسعى في قوتها وعزتها ورفعتها ما دامت بلد الإسلام. وحب اللغة العربية وحب العرب كل هذا من الإيمان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: ما معناه؟ إن الأمة مجمعة على فضل جنس العرب على غيرهم، لكن إذا كان هذا يندرج تحت الانتماء لهذا الدين، إذا كان يخدم الانتماء العام والهدف العام والإطار العام للأمة. أما إذا صيغ وجود تعارض، أما إذا كان ذلك ينتقل إلى التعصب والموالاة والمعاداة في الوطن أو في العروبة، فلا، ثم لا يكون ذلك من دعوة الجاهلية. أيها الأحبة، هذا الانتماء الحق للإسلام أو حقيقة الانتماء تتجلى في أمور وتقتضي منا أمورا أجملها في النقاط التالية. أولها التمسك التام بالعقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد النقية الصافية، سواء كان ذلك في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في الأسماء والصفات، والاعتناء بها ودراستها وتعلمها وتعليمها ونشرها. ثم أيضا في الدخول في الإسلام كله
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو الإسلام، أي خذوا الإسلام كاملا، فالدين حق كله وهدى كله ونور كله، وليس فيه قشر ولباب. وهذا التقسيم تقسيم مبتدع وتقسيم ضلال وتقسيم باطل، وإن قال به من قال به. ثم أيضا من ذلك تطبيق الشريعة واقعا عمليا نعيشه ونحياه، تطبيق الشريعة حقا لا دعوة. تطبيق الشريعة في كل مجالات الحياة هو المعبر عن الانتماء الحق لهذا الدين. ثم أيضا الولاء والبراء في هذا الدين. الأخوة الإيمانية والرابطة الإسلامية هي أقوى الروابط. الرابطة الإسلامية، رابطة الإيمان أيها الأحبة، هي التي جعلت الملائكة الذين يحملون العرش يستغفرون للمؤمنين، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ما الذي جعل أولئك الملائكة الكرام الذين يحملون العرش وكرمهم الله بذلك، ما الذي جعلهم يستغفرون للمؤمنين إلا هذه الرابطة، رابطة الإيمان. إذن الولاء والبراء في هذا الدين، الموالاة والمعاداة، مؤاخاة المؤمنين ومحبتهم أينما كانوا من أي لون ومن أي بلد، تحس بإحساسهم، تتألم لآلامهم، تحاول أن تعينهم بالكلمة بالمال بالعمل. ومعاداة الكافرين وإن كانوا من أبناء بلدنا ويتكلمون بألسنتنا ولهم ألوان جلدتنا. كما يقتضي ذلك أيضا الدفاع عن الحق الذي ننتمي إليه والهوية التي تميزنا عن غيرنا من الأمم. نعم يجب أن ندافع عن هذه الهوية مما يفسدها ومما يطعن فيها ومما يكدر صفاءها ونقاءها. ومن ذلك أي من الهجوم على هويتنا وعلى انتمائنا، ومما يكدر ذلك ويفسده ويضيعه الطعن الخفي لهذا الدين بالتعريض سارة والتلميح وبالرمز والإشارة وأحيانا بالتصريح. وأحيانا يكون الهجوم بطرق منسوية، بالهجوم على التراث، بالهجوم على كتب العلماء وتسميتها بأسماء منثرة، وهم يريدون من ذلك الطعن في هذا الدين. ومن ذلك محاولات تمييع الهوية التي تميزنا عن غيرنا، سواء كان بتوجهات عامة أو كان بأمور موجهة للفرد بمحاولة إلهائه، محاولة تضييعه، محاولة صرفه عن حمل الرسالة التي كلفه الله وشرفه بها في آن واحد. ومن ذلك أيضا تجزئة الإسلام بالأخذ ببعضه وترك بعضه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك إلا فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن ذلك أيضا تبرير الباطل وإلباسه لبوس الحق وتغليفه بما لا ينكشف معه، فإن الباطل أيها الأحبة الكرام لا يروج إلا إذا لبس بلبوس الباطل، وقد كان ذلك ديدن اليهود. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تبرير الباطل بمقالة بكلمة بفتوى بغير ذلك، كما حصل من بعضهم وأتى بحل بعض أنواع الربا في بعض البلدان. من ذلك أيضا أيها الأحبة الظهور بمظهر المدافع عن هذا الدين بادعاء العصرانية أو الفكر المستنير أو التجديد، وهم من هذا الدين براء، وبينهم وبينه كما بين المشرق والمغرب، إنما يريدون هدمه بواسطة اسمه وبواسطة انتحاله والدفاع عنه كما يزعمون. ومن ذلك أيضا وهو من أخطر ما يكدر الهوية في نفوس الشباب الازدواجية التي نراها في المجتمع. انظر مثلا ما يعلمه الناس في المدارس في التعليم، ثم انظر إلى ما يرونه في الإعلام، ازدواجية وتعارض. قبل سنوات عقدت ندوة
بإشراف مكتب التربية لدول الخليج العربي، عنوانها ماذا يريد التربويون من الإعلاميين. ملخص هذه الندوة شيء واحد، هو أن ما يبنيه التربويون في النهار يجب أن لا يهدمه الإعلاميون في الليل. إذن الازدواجية هذه من أخطر ما يكدر الانتماء الحق، ومن أخطر ما يكدر صفاء الهوية التي نحملها وننتمي إليها. ثم أيضا من أخطر ما يكون محاولات تكريس الانتماء لغير هذا الدين ولدعاوى الجاهلية في مقالات، في كلمات، في مقررات، في غير ذلك. كل ذلك مما يجب أن يدافعه المؤمنون المنتمون إلى هوية الإسلام والمنتمون حقا لهذا الدين. أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى رجل العقيدة الذي يعرف حقيقة الانتماء لهذا الدين، يعيش من أجل هذه العقيدة، ويحمل هذه الرسالة للبشرية في أنحاء الأرض، سواء رضي الناس أم سخطوا. يقول الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله تعالى: الأمة التي يفقد أبناؤها حمل الرسالة تفقد معاني الجهاد وتفقد قيمة الحياة، وحين لا يكون للأفراد رسالة يشغل الخواء القلب وتمتد الشهوات وتستعلي الغرائز. رجل العقيدة هذا الذي يعرف حقيقة الانتماء لها هو الذي يتصف بالصفات التي تؤهله لحمل مسؤولية هذا الدين. ومن ذلك بعد صفاء العقيدة في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبعد الاستقامة التامة والمحافظة على السنة، أن يكون متميزا عن الآخرين، متميزا في علمه، متميزا في عمله، متميزا في معاملته وسلوكه وخلقه، متميزا في هديه وشكله ومظهره، متميزا في جده واجتهاده، متميزا في دعوته لهذا الدين. فإن ديننا هذا هو دين التميز. نحن متميزون في عقيدتنا، نحن متميزون في تعبدنا، نحن متميزون في أخلاقنا، كما أننا أيضا متميزون في شكلنا وفي مظهرنا. وقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا التميز حرصا عظيما، وقد وضح ذلك وجلاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. كما أيضا من صفات رجل العقيدة هذا الذي نريده ونتطلع له، أن يكون ممن يحس بالخطر الداهم على هذه الأمة، يشعر بهذا الخطر النازل على الأمة، سواء كان خطرا داخليا بالانحراف والمعصية، أو كان خطرا خارجيا، يكون واعيا بأزمات الأمة ويرى نفسه مسؤولا مسؤولية شخصية عن هذا الدين. هذا الرجل هو الذي يدعو إلى الله عز وجل وينفق أوقاته ويبذل جهده لهذا الدين، للدعوة إلى الله عز وجل، إما مباشرة إن كان يستطيع بخطبة أو محاضرة أو موعظة أو كلمة، أو تسببا إن كان لا يستطيع أن يكون داعية مباشرة، يكون متسببا بنقل الشريط، بنقل الفتوى، بنقل الرسالة، بالدعوة إلى حضور محاضرة، بالدعوة إلى حضور درس علمي. كل ذلك من طرق الدعوة إلى الله عز وجل، والحمد لله الذي لم يجعل طريقة الدعوة محصورة في شيء محدد. وكلما أغلق الظالمون بابا فتح الله عز وجل لعباده المؤمنين أبوابا. هذا الرجل، رجل العقيدة الذي نسأل الله عز وجل أن يكثر بين المسلمين، هو الذي ينقل الناس من عدم الوعي إلى الوعي، هو الذي ينقل الناس من أزمة الوعي إلى الوعي بالأزمة، ينقل الناس من أنهم يعيشون أزمة وعي لا يعون دينهم ولا ما يحيط بهم، ينقلهم إلى أن يعوا الأزمة التي تعيشها هذه الأمة، ويعمل على تعميق الانتماء لهذا الدين. أيها الأحبة، نقل الدكتور محمد أمين المصري رحمة الله عليه عن الباحثين النفسيين أنهم يقولون إن الفرد الذي يحمل رسالة كريمة هو الفرد المتكامل في شخصيته، والذي لا يحمل رسالة كالقصبة الجوفاء
قلبه خاو وهو لا يعرف معنى الحياة، إنه يشارك العجماوات في تسلط شهواته عليه وتملك غرائزه له، ولكنه دونها لأنها تؤدي رسالة وهي خدمة الإنسان، وإن كانت لا تشعر بها وذاك ليس له رسالة في الحياة. ثم ينقل رحمه الله تعالى عن الباحثين الاجتماعيين قولهم: دور حمل الرسالة هو دور نهوض الأمة وصعودها، ودور التخلي عن الرسالة هو دور الانحدار والهبوط. ثم يعلق على ذلك رحمه الله بقوله: ولقد ظل المسلمون يصعدون برسالتهم حين من الدهر، يعني لما كانوا يحملون هذه الرسالة، ثم تخلوا عنها شيئا فشيئا، فعاشوا فترة يسيرون بقوة الدفعة الأولى، ثم كان دور الانحدار. وإن الأمر خطير، وإن الأمر خطير جدا، أننا نحمل اسم الإسلام ولكننا لا نحمل رسالة الإسلام. انتهى كلامه. أيها الإخوة في الله، والانتماء الحق للإسلام يقتضي من العاملين للإسلام والدعاة إلى الله عز وجل وعلماء الإسلام أمورا، منها أن التعصب إنما يكون للحق، للكتاب والسنة، لا لأقوال الرجال أو تجاربهم، ولا للأحزاب والجماعات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وقال أيضا رحمة الله عليه: من نصب شخصا كائنا من كان، يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم، يوالي فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كما أن الانتماء الحق لهذا الدين يقتضي من العاملين للإسلام السعي في الوحدة الإسلامية. أولا، السعي في وحدة العاملين للإسلام على المنهج الحق، ولا تكاد تجد داعية إلى الله عز وجل إلا وهو يقول إنه ينتمي لأهل السنة والجماعة. إذا نريد تحقيق هذا الانتماء، إننا نريد أن يتحد العاملون للإسلام على المنهج الصواب الذي يحمله أهل السنة والجماعة، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بإجماع سلف الأمة الذي كان عليه الأئمة المرضيون في القرون الثلاثة المفضلة. هذا هو الحق وهذا هو مذهب أهل السنة، فمن كان على مذهب أهل السنة حقيقة فإن عليه أن يسعى في وحدة العاملين لهذا الدين. ثم إن عليهم أن يتعاونوا كل في مجاله، من كان بارزا في علم العقيدة، ومن كان بارزا في علم الفقه، ومن كان بارزا في الوعظ، ومن كان بارزا في الصحافة، ومن كان بارزا في السياسة، الكل على ثغرة، والكل يجب أن يكمل بعضهم بعضا، ولا يجب أن يطعن بعضهم على بعض، ولا أن يصف بعضهم بعضا بما لا يليق، ولا أن يتنابزوا بالألقاب. ثم أيضا على العاملين للإسلام أن يتناصحوا وأن يتقبلوا النقد والتواصي بالحق، وعليهم أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر، وأن تكون صدورهم متسعة للخلاف. والذي نراه في واقع الإسلاميين أن صدورهم حصرة بالخلاف، وأن بعضهم لا يتحمل أن ينقد، وأن بعضهم أيضا ربما لا يتحمل أن يقال عن شيخه شيئا، لا يتحمل أن يقال عن جماعته عن حزبه إن هذا الأمر صواب وإن هذا خطأ. ولا شك أن هذا مما يسبب الافتراق والاختلاف، فلا بد أن يتداعوا إلى التعاون والاجتماع على كلمة الحق كلمة سواء. ثم أيضا في الوحدة الإسلامية على الدعاة إلى الله عز وجل والعاملين للإسلام في كل أقطار الأرض أن يسعوا إلى تضامن المسلمين وإلى تكتل الأمة، فإن هذا العالم هو عالم التكتلات. الأمم الأوروبية تريد أن تتحد، وهي الآن شعوبها تصوت على اتفاقية أو على معاهدة اسمها معاهدة ماستريخت،
يريدون أن تتحد دول أوروبا الغربية وتكون دولة أوروبية كبيرة واحدة. عالمنا هذا لم يعيش فيه إلا الأقوياء، وقد جربت الأمة يوم من الأيام نداء التضامن الإسلامي فكان له أثر عظيم. عندما نودي به قطعت معظم الدول الإفريقية علاقاتها مع اليهود، وعندما تخلي عنه بدأت الدول هذه نفسها تراجع علاقاتها مع اليهود وترجعها إلى حالها الأولى. إذن أيها الأحبة، لا بد أن يجتمع المسلمون، ومصلحة المسلمين هي في ذلك، وهذا هو أول خطوة على الطريق أن يتضامنوا، بل أن يجعلوا لهم سوقا مشتركة كما فعل الأوروبيون. وعجبي من الذين يقلدون الغرب الكافر ولكنهم في نفس الوقت لا يفعلون أفعاله الإيجابية، هذه يتجه إلى الاتحاد وهم يتجهون إلى الفرقة. أيضا أيها الأحبة، إن الانتماء للمنهج الحق يقتضي من العاملين للإسلام أن يتلمسوا مواطن العلل ومواطن الضعف والخلل في هذه الأمة، وأن يقوموا ببيانها وتشخيصها، ثم يقوموا بتقديم العلاج الناجع لها. إن نقد الخطأ وإن بيانه أمر طيب، ولكن أفضل منه وأطيب وأحسن أن نبين معه علاجه وأن نوضح البديل عنه. إن الأمة تشكو من أمراض مستعصية، ولعل من أعظم هذه الأمراض الانحراف العقائدي الخطير الموجود في كثير من فئات الأمة وفي كثير من شعوب المسلمين. إن هناك بعدا عن حقائق الكتاب والسنة وعدم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. ثم إن الأمة أيضا تشكو من الانحراف السلوكي الذي أدى إلى ترك العبادات وإلى التحلل والتسيب الخلقي. ثم إن الأمة أيضا تشكو من داء الفرقة والاختلاف والتفتت والتمزق، على عكس ما أراد الله لها عندما قال لها: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وعندما قال لها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كما أن الأمة تشكو من تخلفها في معظم مجالات الحياة. إن الأمة تشتري ما تحتاجه من الكفار، حتى لقمة العيش كثير من شعوب المسلمين تعتمد فيها على أمريكا وأوروبا. تخلف مريع، لا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة ولن تكون لهم قوة وهم هكذا. كيف تقوم للمسلمين قوة وهم يشترون سلاحهم من عدوهم، فإذا احتاجوا إليه قطعه عنهم. ثم أيضا داء ومرض الظلم الاجتماعي الذي تعيشه الأمم المسلمة. يوجد في بلدان المسلمين فقراء وطبقات فقيرة تحت مستوى الفقر، إنها طبقات لا تملك حتى خف الحنين، وهذه هي الأكثر. وتوجد طبقات قارونية غنية جدا ولكنها لا تلتفت لإخوانها ولا تؤدي زكاة أموالها. هذا الظلم الاجتماعي، الظلم المريع، من أعظم أمراض هذه الأمة المسلمة. ثم إن هناك المرض الخطير والداء العضال، وهو التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية والعسكرية للكافرين. تبعية نراها في كل شيء، يراها المسلم أينما اتجه وأينما سار، يراها في الشارع، يراها في المستشفى، يراها في الجامعة، يراها في أماكن كثيرة من بلدان هذه الأمة. ثم إن هناك مرض التخاذل أمام الأعداء، مرض التخاذل أمام اليهود، أمام النصارى، أمام الرافضة. كل هؤلاء استأسدوا على هذه الأمة وأخذوا ينهشونها. ثم هناك مرض الاستبداد والطغيان الذي يواجهه أهل الإسلام في كثير من بقاع المسلمين، من بقاع الأرض يواجهه المسلمون عامة والدعاة إلى الله عز وجل خاصة، وما أحداث مصر وتونس والجزائر عنا ببعيد. ومن أعظم الأدواء والأمراض التي تواجه هذه الأمة تلك الأمراض التي تناقض الهوية والتي تضعف انتماءنا لهذا الدين، والتي سبق ذكرها آنفا. إن الانتماء لهذا الدين يقتضي من العاملين للإسلام أيضا أن يكونوا على حذر، وأن يكونوا على يقظة تامة ووعي كامل بأساليب أعداء الدعوة وبمخططاتهم،
إنهم يكيدون لهذه الدعوة، وربما يوقعون الدعاء إلى الله عز وجل في أمور يتندمون عليها في آخر الوقت عندما يتضح لهم الحق. بل إن أحيانا بعض الدعاء يوقع في أمور يقول فيها الحق ويتكلم بالحق، ولكن يوظف هذا الحق الذي قاله في خدمة أهل الباطل. وفي مصر عقدت ندوات كلها تتكلم عن التطرف، وتكلم بعض الدعاة المرموقين المحترمين الذين نجلهم ونحترمهم في هذا بكلام جيد في الجملة، ولكنه استغل لمحاربة الشباب الإسلامي والجماعات الإسلامية، إنها وقع فيها ذلك الداعية. وأيضا كتبت بعض المجلات أو وضعت ملفا للغلو والتطرف، ودعت كثير واستكتبت كثيرا من الكتاب كلهم أو جلهم من العلمانيين والمنحرفين إلا واحدا تقريبا من الإسلاميين، وكتب غفر الله لنا وله، وكانت كتابته في وسط كتاباتهم مما كان تقوية للتيار الذي أرادوه هم. إذن ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل في مختلف أنحاء الأرض أن يكونوا على حذر من ألاعيب الساسة ومخططات أعداء الإسلام. أيها الأحبة، وإن الانتماء الحق لهذا الدين، إن الانتماء الحق لمنهج أهل السنة يعني الثبات والصدق على المبادئ تنظيرا وعملا. وبناء على هذا فإن التنازل عن شيء من العقيدة ممنوع بأي حجة كانت وبأي هدف كان، فالقول بأن ذلك لمصلحة الدعوة أو للتكتيك مرفوض. فالإسلاميون الذين يتحالفون مع البعث في بعض بلدان المسلمين لا شك أنهم على خطأ، والإسلاميون الذين دافعوا عن البعث في بعض الأوقات لا شك أنهم على خطأ، والإسلاميون الذين يتحالفون مع العلمانيين بحجة الوطنية أو يدخلون تحت مظلتهم لا شك أنهم على خطأ. فإن الثبات على المبادئ أعظم بكثير من المصلحة المتوهمة المظنونة. ثم أيضا إن الأسماء والأحكام أمور شرعية لا تخضع للاعتبارات الأخرى، ولذا فإن تسمية الكفرة والمرتدين بالإخوة من أعظم الخطأ الذي قد يقع فيه بعض الدعاة وبعض أهل العلم. وقد رأينا وقرأنا أن بعضهم كان يقول للأقباط إخوتنا الأقباط، وبعضهم ألف كتابا يرد فيه على العلمانيين وهو شخص محترم مرموق، وقال في أوله: ونقول لإخواننا العلمانيين الذين يطعنون في الإسلام ويدافعون عن العلمانية. العجب والله لا ينقضي، قوم يطعنون في الإسلام ويدافعون عن العلمانية يسمون بإخوة؟ إخوة في ماذا؟ في أي شيء؟ ثم إن الانتماء الحق لهذا الدين وإن الثبات الصادق على المبادئ يقتضي أيضا أن نتخذ المواقف الشرعية الصحيحة على الأساس الشرعي السليم، لا على أي أساس آخر، لا على أساس حزبي ولا على أساس تعصب ولا غير ذلك. فمثلا عندما يتهجم بعضهم على بعض الجماعات الإسلامية التي كان لها رأي في قضية أزمة الخليج بتهمة أنهم وقفوا موقفا لا نرضاه، نقول إن هذا خطأ، إن هذا خطأ. فإن ذلك وإن على افتراض أنهم أخطأوا فيه فإن ذلك لا يحق ولا يبرر أن يشن عليهم هجوم. وأيضا الذين دافعوا عن بعض الجماعات أو الذين نشروا أفكار وآراء بعض الجماعات التي عارضت جبهة الإنقاذ في الجزائر وشمتت بها وأيدت الطواغيت وأثنت عليهم، هؤلاء نقول لهم قد أخطأتم في هذا. في الجزائر حصل ما حصل، وقامت بعض الجماعات بصراحة وليس بتلميح بل بصراحة بالشماتة بما حصل لإخوانهم. العجب ليس من فعل هؤلاء، إنما العجب من فعل آخرين في المشرق العربي
جلسوا وقتا طويلا وهم يبرزون هؤلاء وينشرون أقوالهم وينشرون صورهم على أغلفة مجلاتهم. إن الثبات على المبادئ يقتضي منا أن نقول المخطئ أخطأ، وأن نقول المصيب أصب، وأن ننصحه وأن نبين له الحق، وأن نتخذ الموقف المطلوب شرعا بالعدل والإنصاف لا بتحيز ولا بظلم. أيها الأحبة، إن الانتماء الحق لهذا الدين يعني مراعاة سنن الله عز وجل في التغيير، في تغيير المجتمعات. ومن سنن الله عز وجل في التغيير البدء بالأنفس، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل بدأ العاملون للإسلام بذلك؟ هل عدلوا ما عندهم من انحراف إن كان موجودا؟ هل كملوا ما عندهم من نقص إن اكتشفوه وتبين لهم؟ لا شك أن مما يؤلم أن ترى بعض من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل أو من يتصدى للعمل الإسلامي، وإذا رأيته لا تكاد تفرق بينه وبين المستغربين المتفرنجين، حلق لحيته ولبس لباسا لا يفرق بينه وبين غيره، ثم لا يتميز بسلوك ولا بهدي عن غيره ممن يحمل الأفكار الدخيلة على هذه الأمة. ثم إن أيضا ما يصيب العاملين للإسلام من انتكاسات أو خسائر فهو راجع إلى سنة بينها الله عز وجل لنا في كتابه بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فهل راجع الإسلاميون أنفسهم؟ هل نظروا في أسباب ما وقع بهم من مصائب؟ هل بحثوا عن مواطن الخلل؟ إن ذلك يقتضي منهم أن يشرحوا صدورهم وأن يتقبلوا ما يهدى إليهم من نقد أو نصح أو بيان. أيها الأحبة، ثم إن هناك مظاهر لا تعبر عن انتماء الحقيقي الصادق للإسلام، وهي موجودة في مجتمعات المسلمين. من هذه المظاهر طاعة الكفار واتباع أهوائهم. طاعة الكفار واتباع أهوائهم ظاهرة موجودة في أنحاء العالم الإسلامي، وقد قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما إنك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم أيضا أيها الأحبة، من المظاهر التي لا تعبر عن الانتماء الحقيقي لهذا الدين انتشار اللغة الأجنبية في بلدان المسلمين ومحاولة نشرها. انتشار اللغة الأجنبية في بلدان المسلمين، سواء كانت اللغة الإنجليزية في المشرق العربي أو اللغة الفرنسية في المغرب العربي، كل ذلك من مظاهر الانهزام التي تعيشها هذه الأمة، ومن مظاهر تميع الهوية التي هي موجودة الآن في هذه الأمة. في الجزائر على سبيل المثال صدر قرار بتجميد قانون يسمى قانون التعريف، كانوا قد سعوا في التعريف بأن تكون أمور الدولة عربية، ولكن جمد هذا القانون الذي صدر قبل مدة وجيزة. في بعض البلدان الأخرى تجد اللغة الإنجليزية هي لغة الجامعات، لغة المستشفيات، لغة المطارات، لغة الشركات. ما هذا؟ هذا يدل على أن الانتماء للإسلام ليس انتماء كاملا، ليس الانتماء الحق التام الصادق، إن هناك خلل تعيشه هذه الأمة. ومن ذلك أيضا تميع الهوية عند الكثيرين، حتى عند بعض الجماعات الإسلامية. مثلا هناك بعض الجماعات في الجهاد الأفغاني لا تفرق بين السنة والرافضة والشيوعيين والميليشيات والإسماعيلية، كلهم يسمونه جيش إسلامي. أليس هذا هو تميع الهوية وتكدير صفائها وتضييعها؟
إن محاولة المساواة بين أهل السنة والرافضة والإسماعيلية والشيوعيين والميليشيات وغيرهم لا شك أنها طعنة عظيمة في عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة المتميزة، سواء كان ذلك هناك أو في غيرها من الأماكن. ثم من مظاهر البعد عن الهوية الإسلامية وعن انتماء الحق لهذا الدين التخاذل في نصرة الإسلام ونصرة أهله، والتخاذل في الغيرة على حرمات الله عز وجل. تجد الكثيرين يتخاذلون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إي والله يا إخوان أن بعضهم يجادلك في ذلك. أناس لا يصلون، ثم تذهب وتريد من إخوانك الذين يحافظون على الصلوات في الأوقات الخمسة أن يعينوك، فيقولون اتركهم ما لك ولهم. ثم هناك الهجوم المتواصل على الدعاة، الدعاة إلى الله عز وجل، وتجريحهم وتتبع عثراتهم وتضخيم ما يتوهم أنه خطأ. ونحن لا نقول إن الدعاة إلى الله عز وجل بمعزل عن الخطأ، ولا نقول إنهم معصومون، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، والحق أحق أن يتبع. أقل عليهم لا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. إن هؤلاء الذين قد شهروا أسلحتهم ضد الدعاء وجندوا أنفسهم للصد عن الدعوة، هؤلاء إنما هم عون للكافرين وظهير للمجرمين. وقد قال موسى عليه السلام: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للكافرين. ثم أيضا أيها الأحبة، مما انتشر عندنا وهو من المظاهر التي لا تعبر عن الانتماء التام الحقيقي لهذا الدين، تربية الأبناء تربية مادية، أي تربيتهم على حب الدنيا وكراهية الموت. يسعى لتعليم أولاده في المدارس وفي المتوسطات والثانويات والجامعات، كل ذلك لهدف، وهو أن يؤمن مستقبله وأن يحصل على شهادة ووظيفة. لا تجده يتطلع لأن يربي أولاده تربية جهادية، لأن يجعله يتمنى أن يكون مجاهدا في ساحات الوغى. ثم إن من هذه المظاهر التي لا تعبر عن انتماء لهذا الدين عيش الكثير من الشباب على هامش الحياة، عيشهم كعيش الذي لا يحمل رسالة ولا يعيش لمبدأ، ولا كأن عليه مسؤولية أمام الله عز وجل، وكأنه لم يكرم ولم يشرف بحمل هذا الدين. إن هذه الأمة كرمها الله عز وجل بحمل الإسلام وجعل لها مكان السيادة والقيادة والريادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا تخلت عن هذه الأوصاف وتخلت عن هذه الرسالة فإنها بلا شك ستتقهقر عن مكان الريادة كما هي حالها الآن. أيها الأحبة، في الختام أقول إن أبرز خصائص الانتماء التي تميز من حقق الانتماء لهذا الدين والتي تميز رجل العقيدة عن غيره ثلاثة أمور: أولها التربية القرآنية الإيمانية، التربية الجهادية في المنزل الأسرة، في المسجد في المدرسة، يربي نفسه وأولاده على أن يكون مجاهدا، مجاهدا بماله، مجاهدا بنفسه، مجاهدا بلسانه في تحمل الرسالة. وأيضا الولاء والبراء هو من أبرز ما يميز من حقق انتماءه لهذا الدين. وإن الكثيرين في عصرنا هذا من عباد الله الصالحين قد ضيعوا هذا المبدأ. تجد كثيرا منهم عندهم ولاء، يوالون ويحبون المؤمنين، ولكن البراء والمعاداة في الله قد ضعفت عند الأكثرين. الأمر الثالث الجهاد بأنواعه الثلاثة. الجهاد ذروة سنام الإسلام، كما أنه أيضا هو المميز بين الصادقين وبين غيرهم. الأمة أيها الأحبة كالبركة التي ملئت ماء، هذه البركة التي ملئت بالماء
إن كانت راكدة فإنها مع الزمن ستتحول إلى بركة آسنة قد علتها الطحالب والأوساخ. وأما إذا كان الماء يذهب ويجيء ويتغير فإنها ستكون صافية ونقية. هكذا الأمة، الأمة إذا كانت لا تجاهد فإنها ستفسد، سيعلوها الفساد. وأما إذا كانت أمة مجاهدة، إذا كانت أمة يذهب أبناؤها إلى الجبهات إلى ساحات الجهاد ويرجعون، وحديث أولادها عندما يستيقظون عندما ينامون هو استشهد فلان وقاتل فلان وفعل فلان، هذه الأمة هي الأمة النقية الصافية. فالجهاد هو ما يميز هذه الأمة، وهو الذي يرفع هذه الأمة، وبه عزتها قد جعلها الله عز وجل مربوطة به، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إذا تبايعتم بالعينة. إننا نريد من شباب الإسلام أن يعيشوا لدينهم، وأن يقوموا بتبليغ هذه الرسالة وتحملوا هذه المسؤولية. وإن يتمنى من الشباب للحس الدعوي، الشباب النابغ الذي يتحرق لنصرة هذا الدين، أن لا يتكدسوا في المدن ويبقوا فيها، أن يتفرقوا في بلاد الله الواسعة، يدعون إلى الله عز وجل في الشعاب والوديان، في القرى والهجر، في الضواحي، في الأماكن النائية. وربما يهدي الله عز وجل على أيديهم أعدادا غفيرة من الناس، فينالوا السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أيها الأحبة، ثم إني أختم حديثي هذه الليلة بكلمة جميلة لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، تكون ختام المثل. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. يقول رحمه الله: فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف، فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله عز وجل كما وعد، وقد اتصف به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعملا صالحا كان استخلافه المذكور أتم، فإن كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه علل ونقص، وذلك أن هذا جزاء هذا العمل، فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء. ختاما أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا للعمل لهذا الدين ونصرته ونشره بين العالمين. ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد هذه الأمة إليه ردا جميلا، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وأعلى كلمتك، اللهم أعز أولياءك وأذل أعدائك، اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر من يجاهد في سبيلك بلسانه أو بقلمه أو بماله أو بنفسه، اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اشغله بنفسه ورد كيده في نحره وأرنا فيه عجائب قدرتك وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله، الحمد لله. الأسئلة كثيرة جدا ولا يمكنني أن أجيب عليها جميعا، فأنتقي البعض وأستميح الإخوة العذر في ذلك.
أحد الإخوة يقول في مجمل كلامك فهمت منه يعني أنك ترمي إلى عدم محبة الأوطان والعربية إن كانت هناك مشاكل، أرجو توضيح هذه النقطة. أقول أولا حب الأوطان وحب العربية أمر مطلوب، مطلوب شرعا، فهو علاوة على أنه فطرة فهو أيضا مطلوب شرعا، ولكني أقصد عندما يفترض أن يوجد هناك تناقض وتعارض بين مصلحة العرب وبين الإسلام كما يزعمون، أنا على يقين أنه لا يوجد تعارض ولا تناقض بين العروبة وبين الإسلام ولا بين الأوطان ولا بين الإسلام، فهذه جزء من الإسلام، يعني الإسلام هو الكل وهذه أجزاء منه. إنما لو افترض وجود التعارض بأن يقال على سبيل المثال في القومية العربية إنه لا فرق بين المسلمين والنصارى وأن الجميع إخوة في العروبة، فنقول لا، هذا تعارض ونرفضه، وديننا قد أخبرنا أن الكافر عدو وإن كان شريفا قرشيا، وأن المسلم أخ لنا وإن كان عبدا حبشيا، فالمسلمون إخوة ولو اختلفت ألسنتهم، وأما المسلم والكافر فهم أعداء ولو كانوا أبناء بلد واحد. فإذا تعارض قضية الأوطان مع الإسلام فلا شك أن الإسلام هو المهيمن وهو الذي يجب أن يكون حاكما على غيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الإسلام لا ينتشر في مكة بحث عن مكان آخر وهجر وطنه وتركه. أحد الإخوة يقول نرى في هذا الزمان أقواما يتعلمون أو قال يعملون مع الكفرة وغيرهم، فهل هذا يكون منتمي إلى الإسلام؟ ينبغي أن أولا أن أبين أمرا مهما، وهو أنني عندما تكلمت في هذه المحاضرة أقصد الانتماء الحق التام الصادق للإسلام، فأما مجرد الانتماء والانتساب للإسلام فهذا حتى لو كان الشخص فاسقا، فنحن لا نخرج أحدا من الملة ما لم يرتكب ناقضا، فلو ارتكب الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب ليست بناقض من نواقض الإسلام فهو مسلم، لكنني أتكلم عن انتماء الحق الكامل الذي نريد أن يتصف به شباب الإسلام. العمل مع الكفار أو التعلم مع الكفار هذا له ضوابط، فإن كانت حادث المسلمين ماسة لهذا الأمر، فلو فرض أن الأمة لا يمكن أن تتقدم ولا أن تحصل على مجدها وعزتها إلا بأن يتعلم طائفة من أبنائها مع الكفار، بل حتى تحت إشراف الكفار يتعلمون منهم ما عندهم من صناعات بما لا يتعارض مع دينهم وعقيدتهم، فلا نقول فقط إن هذا مطلوب، بل نقول إنه فرض كفاية، فرض كفاية على الأمة، واجب الأمة أن تكون قوية وأن تكون قائدة العالم، وما لا يتم الواجب به فهو واجب. فأما إن لم تكن هناك حاجة يذهب الإنسان بطرا ومحبة للكافرين فلا شك أن هذا هو المحظور. يقول تحقيق الانتماء للدين وللأمة هدف كبير، ولكن كيف نحقق ذلك ونحن نعيش تعصبا قبيحا من قبل البعض، فهذا من مدينة كذا والآخر من كذا. على كل حال أقول هذا أقبح من التعصب للوطنية، من التعصب للأوطان، فإذا كانت الأوطان التي ينتمي إليها الإنسان عن الدول التعصب إليها مرفوض شرعا، فإن التضييق هذا التعصب فإنه كلما ضاق هذا التعصب فهو أشد تحريما. القومية التعصب للقومية أوسع من التعصب للوطن للدولة، ثم التعصب للمنطقة أضيق من التعصب للدولة، والتعصب لمدينة أضيق من التعصب للمنطقة، فكلما ضاق التعصب كلما كان أقبح وأشد تحريما. فإذا كان التعصب للقوميات والأوطان ممنوعا فمن باب أولى التعصب للمناطق والأقاليم والمدن وغير ذلك. يقول ما رأيكم في من ينادي في هذا الوقت وخاصة بعض الكتاب في الصحف بموالاة أعدائنا من يهود ونصارى
وأنهم أصحاب دين سماوي وخاصة على أمريكا. أقول هؤلاء قوم طبع على قلوبهم وظلوا ويريدون أن يضلوا معهم الأمة. هناك دعوة قديمة تسمى العالمية، وهي دعوة ماسونية تزعم أنها تتجاوز الأديان والأجناس والوطنيات إلى المؤاخاة في الإنسانية. هذه الدعوة في واقعها هي دعوة يهودية من أجل مصلحة اليهود، وقد تأثر بهذه الدعوة كثير من شباب المسلمين، بل وحتى ممن ينسب إلى أنه من المفكرين، فدعوا بهذه الدعوة وهي العالمية. وإذا كانوا يعلمون هدفها ويعلمون حقيقتها وما تتضمنه، فلا شك أن هذا يصل إلى الكفر، لأنه لا مساواة أبدا بين الإسلام وبين الأديان المحرفة المنسوخة التي غيرت وبدلت ونسخها الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون هناك من لا يفقه هذه الأمور فيختلف الحكم في شأنه. أحد الإخوة يقول: لو وضحت الازدواجية بين التربويين والرجال الإعلام بصورة أكبر. التربويون وهم أهل التعليم وأهل التوجيه في المدارس، هؤلاء يعلمون منهجا معينا، على سبيل المثال يعلمون المحافظة على الخلق الفاضل، الصدق والوفاء والالتزام بالحجاب للمرأة. ثم يأتي التلفاز وتأتي المجلات لتخرب ما فعله هذا، فيحصل ما قال الشاعر: متى أبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. فإذا كان التربويون يبنون الخلق القويم في أنفس التلاميذ، ثم يخرج التلميذ وينظر في التلفاز إلى المرأة المتحللة وإلى الخلق المرذول وإلى الكذب وإلى الجريمة وإلى السطو، فيكون هناك ازدواجية وتصارع. والغالب في وقتنا هذا أن تأثير وسائل الإعلام أكثر بكثير من تأثير التربويين والمعلمين، فيكون الوضع خطيرا جدا مما يفسد الانتماء الحضاري لهذه الأمة. يقول: حصرت الدعوة إلى الله عز وجل على أشخاص معينين رغم أن من المعروف أن كل مسلم داعية. أنا يا أخي الكريم لم أحصر الدعوة على أناس معينين، فالدعوة وظيفة كل مسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة لكل مسلم، ليس مخصوصا بأناس معينين لا في العلم ولا حتى في الوظائف الرسمية والعملية. الدعوة إلى الله سبيل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تبع محمدا فإنه داعية بنفس هذا الاتباع. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكنني أقصد الشاب المتميز الذي يوصف بأنه رجل عقيدة، هذا الشاب هو النادر. من الشباب عنده استعداد لأن يفعل ما فعله الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله وينتقل إلى أقصى الجنوب لينشئ أمة من الجهل لتكون أمة علم، ويبث روحا من الوعي ومن الاستقامة في أناس كان يعشعش عندهم الجهل والخرافة؟ هذا هو الرجل الذي نحتاجه، رجل العقيدة الذي يقول: أهجر بلدي وأهجر المدن وأنتقل إلى الأرياف وأنتقل إلى الهجر والقرى والوديان والشعاب ورؤوس الجبال، وأكون مدرسا هناك وأكون إمام مسجد هناك لمن أجل أن أخرج جيلا مؤمنا. هذا هو الشخص الذي تكلمت عنه، وهذا هو الذي نريده. يقول: ما رأيكم في من يكون منتمي إلى
من يكون منتميا إلى شخص في دعوته حيث أنه لا يقوم بأي مجال في الدعوة إلا بعد أن يأمره ذلك الشخص بأن يدعو في مجال ويترك آخر. أقول إذا كان هذا الشخص الذي يوجهك عالما مستقيما ذا عقيدة صافية وذا منهج مستقيم فإنه سيوجهك للخير وسيمنعك من ضده، سيوجهك لما فيه المصلحة بدون ارتباط ولا أساس حزبي. فأما إن كان الأمر غير ذلك وهو أنه الأمر حزبي يوجهك لخدمة معينة يهدفون إليها فالدعوة ليست حكرا على أساليب معينة. السؤال يقول ما الحكم في من أصر على استقدام الكفار رغم مناصحته وهو مصر على قوله بأنهم أنصح من المسلمين في العمل ولا يتركون العمل للحج أو العمرة؟ أقول نسأل الله عز وجل لنا وله الهداية. لا شك أن هذا قد ارتكب ذنبا عظيما، وهذا الذنب مركب من أمور. الأمر الأول أنه استقدم الكفار لجزيرة العرب، وجزيرة العرب يجب أن تكون للمسلمين فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وكان ذلك من آخر ما أوصى به أمته وهو عليه الصلاة والسلام على فراش الموت. الأمر الآخر قوله إنهم أنصح من المسلمين، هذا ليس بصحيح أبدا. من قال هذا؟ من قال إنهم أنصح من المسلمين؟ الله عز وجل أخبرنا بأن الكفار أغش المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا تتخذوا بطانة من الكفار، لا يألونكم خبالا، لا يقصرون فيما يفسد حالكم، ودوا ما عنتم أي أحب ما يشق عليكم قد بدت البغضاء من أفواههم يعني على فلتات ألسنتهم من غير قصد وإرادة من غير أن يوضحوه وما تخفي صدورهم أكبر من الحقد والغل والغش للإسلام والمسلمين. فكيف يقال بعد هذا إن الكافرين أنصحوا لنا في العمل من المسلمين؟ ثم يا أخي الكريم قد يكون في ذهن بعض الناس أن الكفار أعلم بالأعمال من المسلمين، فنقول له إنك لو اتقيت الله عز وجل لجعل لك مخرجا، وإذا أردت أن تأتي بعمال المسلمين وذوي خبرة من ذوي الخبرة ومن ذوي المهارة فإن عليك أن تعمل الأسباب اللازمة لذلك، وستجد إنك ستجد في بلدان المسلمين من هو أفضل بكثير من الكفار ومن سينصح لك، وعليك أن تعتني بإخوانك في الله الذين هم من الإسلاميين فهؤلاء أنصح وأفضل، ثم في نفس الوقت أنت تعين أهل الإسلام والدعاة إلى الله عز وجل. أما إذا جلبت الكافرين فإنك ستعين الكفار وستذهب أموالك إليهم، وربما بنوا بها كنائس، وربما طبعوا بها كتبا تحارب هذا الدين تحارب الإسلام، وربما اشتروا بها رصاصا يوجه إلى صدور إخوانك. ثم القول بأنهم لا يذهبون لحج ولا عمرة عجب لا ينقضي من زهد المسلم في الأجر. إذا جاءك أخ مسلم وذهب إلى الحج والعمرة وأعنته على ذلك كان لك أجر، وإذا يسرت له الأمر كان لك أجر. فسبحان الله كيف هذا الزهد في ثواب الله عز وجل وفي أجره. وربما أن ربما يدعو لك هذا المسلم بدعوة خالصة صادقة في تلك المواطن الشريفة فيتقبلها ربك فيغفر لك فتنال السعادة.
على كل حال أقول إن هذا الشخص يجب أن يناصح وأن يعطى فتاوى أهل العلم وأن يبين خطورة الأمر، فإن اتعظ فالحمد لله ويدعى له بالهداية، وإن بقي وأصر فادعوا له واجتنبوه وحذروا منه. أحد الإخوة يسأل عن قصة رئيس الوفد المصري إلى إسرائيل، يقول أين ما هو مرجعها؟ مرجعها ذكرها الدكتور يوسف القرضاوي في بعض كتبه، ولا أتذكر الكتاب، إما كتاب الإسلام والعلمانية وجها لوجه أو كتاب الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي الكبير، في أحد هذين الكتابين في آخره. هناك إلى عن التعصب الرياضي والتشجيع للأندية. على كل حال هذه من وسائل الإلهاء التي تضيع الشباب المسلم، والتعصب لها مذموم ولا شك، وقد وصل بهم التعصب إلى الموالاة والمعاداة في الأندية الرياضية، فمن كان يشجع فريقه فهو يواليه، ومن كان يشجع فريقا آخر فهو يعاديه ويبغضه ويسبه ويشتمه، وهذه والله مأساة من مآسي المسلمين ومن أمراض هذه الأمة، ولكنه ليس بالمرض العضال، هو من الأمراض التي يمكن تداركها بإذن الله تعالى بجهودكم وجهود إخوانكم من الدعاة إلى الله عز وجل. أحد الأخوة يسأل عن الانتساب إلى المذاهب الحنبلي والشافعي والأخذ. أقول الانتساب إلى هذه المذاهب إذا لم يكن فيه تعصب وأخذ والتعصب لغير الحق فهذا لا بأس به، أجازه أهل العلم، لكن إذا أدى ذلك إلى ترك الدليل تعصبا للمذهب أو إلى الطعن في الأئمة الآخرين وفي المذاهب الأخرى فلا شك أن ذلك مذموم، وينطبق عليه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الذي ذكرناه سابقا، وابن القيم كلامه جلي واضح في هذا، لأنه قد عاش مسألة هذا التعصب، وقد أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسبب هذا النوع من التعصب. أكتفي بهذا القدر في الإجابة على الأسئلة، ومرة أخرى أعتذر للإخوة الذين لم يسعفني الوقت في الإجابة على أسئلتهم، وأسأل الله جل وعلا لنا جميعا التوفيق والإعانة والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10622. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. يتحدث الناس عن عقيدة الولاء والبراء كثيرا، وهي تستحق أكثر من هذا، تستحق أن يعنى بها بحثا وتأصيلا وحديثا ومناقشة، لأنها قضية عقدية، قضية من أسس عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة، وقد حصل الإخلال بها، الخلل الكبير بها في هذا العصر خاصة، وأنه قد يترتب على الإخلال ببعض واجباتها ولوازمها قد يترتب على ذلك الكفر والردة والخروج من دين الله عافانا الله وإياكم. أقول مهما قيل حول عقيدة الولاء والبراء فهي تستحق ذلك وأكثر منه، لكن هناك جانب مهم في هذه العقيدة
ينسى أو يغفل عنه عندما يتحدث عنها، ألا وهو الولاء للمؤمنين. فالولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة كلمة ذات شقين، الشق الأول هو الولاء أو الموالاة، والشق الثاني هو البراء والمعاداة. وحينما يطلق هذا العنوان وهذا الحديث يتبادر إلى الأذهان وينصرف إلى الأذهان الشق الثاني من هذه العقيدة، ألا وهو البراءة من الكافرين. والشق الأول لا يقل أهمية عن الشق الثاني، بل هما قضيتان متلازمتان لا ينبغي الفصل بينهما أبدا. ومن هنا فسنخصص بمشيئة الله هذه المحاضرة للحديث عن بعض جوانب الولاء للمؤمنين وما يتعلق بذلك. وسنتحدث في مقدمة يسيرة ثم عن أقسام الناس بالنسبة للولاء والبراء، ثم عن لوازم الولاء للمؤمنين، ثم بعد ذلك عن خوارم الولاء للمؤمنين. يحتاج إلى أن نعرف بمفهوم الولاء، وإن كان معروفا وواضحا لدى الأغلب، ولكن يستحسن أن نعرج على بعض ما قاله أئمة اللغة وأهل الاصطلاح حول هذا المصطلح. فيقول في اللسان الموالاة كما قال ابن الأعرابي أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه، ووالى فلانا إذا أحبه. والموالاة ضد المعاداة، والولي ضد العدو. وأما في الاصطلاح فهي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. والولاء إنما ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتمثل بهذا القول: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم ما يأتي بعد ذلك من البراءة والعداوة للمشركين ومن الولاء والنصرة للمؤمنين إنما هو فرع وأصل عن الولاء لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة ثانية، وهي أقسام الناس بالنسبة للولاء والبراء. الناس عند أهل السنة بالنسبة ولاء والبراء أقسام ثلاثة. القسم الأول من يتبرأ منهم جملة، وهم الكفار، فالواجب على المسلمين البراءة منهم والعداوة لهم والبغضاء، بل لا يكفي مجرد البغض ولا يكفي مجرد العداوة، بل لا بد من إظهارها وإعلانها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال: بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي ظهرت العداوة والبغضاء. فلا يكفي مجرد وجود البغض والعداوة في القلب، بل لا بد من إظهارها وإعلانها لهم. لا بد أن يكون شعار المسلم والظاهر بين المسلمين هو العداوة والبغضاء والبراءة والمفاصلة لأعداء الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من المرتدين، من أي طائفة كانوا، ما داموا كفارا أعداء لله سبحانه وتعالى فلا مجال للالتقاء ولا مجال لأي نوع من العلاقة بين المسلم والكافر.